استاذن حضرتك، بينضم الينا سياده اللواء محمد الشهاوي المستشار بكليه القاده والاركان. اهلا بك سياده اللواء وخالص العزاء. اهلا بك استاذ حسام والاستاذ جمانه، وتحياتي للكاتب الكبير احمد رفعت. شكرا اهلا بحضرتك يا فندم. خالص العزاء. سياده اللواء، رئيس عبد الفتاح السيسي قال مره عن المشير طنطاوي لرجال القوات المسلحه، كانت الكلمه موجهه للجنود وصف ضباط والضباط، قال لهم وعدد الرتب العسكريه، قال الرائد او الملازم او حتى العميد والعقيد اللي ما خدموش مع المشير طنطاوي ما يعرفوهوش. والله انا عايز اقول لحضرتك من حسن حظي ان انا خدمت تحت قياده المشير محمد حسين طنطاوي في عام 87، وكان هو قائدا لاحد الوية المشاة الميكانيكية في الجيش الثاني الميداني في الفرقة 18 مشاة، هذه الفرقة العظيمة التي حررت مدينة القنطرة شرق في حرب اكتوبر المجيدة. وكنت انا رئيسا لفرع الحرب الكيميائية في هذا اللواء العظيم. وعايز اقول انه كان دائما ابا للجميع ويستمع للجميع ويلتقي بالجميع، ليس المشير طنطاوي فقط ولكن كل قادة القوات المسلحة هم دائما ما يلتقوا بضباطهم في لقاءات دورية، ان لم يكن يوم في الاسبوع كل يوم هو معهم، لكن هناك نقاش كامل والاستماع الى المقترحات والتوصيات او المشاكل التي تجابه كل الضباط وضباط الصف والجنود. وبالتالي بنقول أنه أحد أبطال حرب أكتوبر ورمزا من رموز هذه الحرب العظيمة اللي استطاعت أن تقوم بتحرير الأرض والعرض، ومثله بالضبط زي عزماء في هذه الحرب المشير أحمد إسماعيل علي، المشير الجمصي، الفريق الشاذ للفريق محمد علي فهمي، الفريق أبو ذكري قائد القوات البحرية، هم بذلوا الجهد في سبيل تحرير الأرض والعرض. هو بطل عسكري من طراز فريد، فكان أحد أبطال حرب 56 و67 وحرب الاستنزاف اللي استمرت 1041 يوم، ثم حرب أكتوبر المجيدة اللي هزمت الجيش الذي كان يدعي أنه لا يهزم، وهدمت نظرية الأمن الإسرائيلي وكسر ذراعه الطولة. في أقواله دائما في يعني هو تولى القائد العام للقوات المسلحة في عام 91، وأشهد أننا كنت أقوم بأحد البيانات العملية في مجال الوقاية من أسلحة الدمار الشامل وكيف أن القوات بتستعد لتحمل مثل ذلك، وكان له مقولة أن التدريب الجيد والتجهيز الهندسي بيستطيع أن يقلل الخسائر من الأسلحة النووية إلى 10%. بالتالي الدولة كان يهتم بالتدريب، يهتم بتطوير الأسلحة والمعدات، حتى عندما كان رئيسا للجمهورية في 11 فبراير 2011، وحتى الأول من يوليو عام 2012 كان له صبر طويل في العبور بالأمة كلها من خنادق اليأس لدى الإخوان الإرهابيين، واستطاع أن هو ينجو بالشعب وبالوطن من هذه الجماعة المارقة، هذه الجماعة الإرهابية اللي لولا حكمته وصبره وعدم الاستفزاز من قبل تلك الجماعات لأنهم كانوا يلقوا التهم بل والشتائم ضد الضباط، وهو يصر على ضبط النفس، وبالتالي نجت مصر واستطاعت أن تكون تلك الفترة هي بكورة لثورة 30 يونيو 2013 اللي هدمت نظرية تفتيت الدول وتدمير الجيوش، وكان له فضل كبير عسكريا في تحرير الأرض في عام 73، وسياسيا عندما نجا بمصر وبالوطن من براثن الإخوان الإرهابية. أنا بقول أنه كان له دور كبير في حرب أكتوبر، كان قائد أحد الوحدات الفرعية، كان قائدا للكتيبة 16 مشاة من اللواء 16 من الفرقة 16 مشاة ميكانيكي، كان له دور كبير في هذه الحرب العظيمة، ويعني حتى أنه بعد الحرب مباشرة حصل على نوط الشجاعة العسكري لدوره الكبير
في التمسك بالأرض وفي إحداث أكبر قدر من الخسائر في الأفراد والأسلحة والمعدات للقوات للجيش الإسرائيلي. إحنا النهاردة يعني قضى رحلة طويلة من العطاء في القوات المسلحة ومسيرة وطنية كبيرة عندما تقلد رئاسة الجمهورية، كل ذلك من أجل الحفاظ على مصر والوطن والمواطنين. سيادة اللواء، الحقيقة لم تقف بطولات المشير محمد حسين طنطاوي فقط عند رفع السلاح في وجه العدو، ولكنه كان ربان السفينة التي أيضا عبرت بمصر لبر الأمان زي ما حضرتك قلت بعد 2011، وأيضا كان الضامن الحقيقي لتطور المسار الديمقراطي في مصر وأيضا ما كان يطلبه الشعب المصري. هذه الشخصية كانت تتمتع بثقة إن كان في الداخل أو الخارج، وكان له مكانة خاصة أيضا عند الشعب المصري، فبالتالي هذه الشخصية أكيد هي شخصية استثنائية. نعم يا فندم أستاذ جمانة، سؤالك مهم جدا جدا. هو طراز فريد في خبرة عسكرية، خبرة سياسية. المشير طنطاوي كان يدرك علاقة الإخوان الإرهابيين بالولايات المتحدة الأمريكية، ورفض تدخل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك دليل على وحدة القرار السياسي لمصر في خلال تلك الفترة، ولم يسمح بتدخل خارجي في الشؤون الداخلية المصرية. في القوات المسلحة كان دائما في يصر على التدريب، وأن التدريب مهم جدا لأن العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة، دي كانت إحدى مقولاته، بالإضافة أيضا إلى أن التدريب الجيد والتجهيز الهندسي كما ذكرت سابقا بيقلل الكثير من الخسائر. كان بطلا في حرب الاستنزاف اللي استمرت 1041 يوم، ثم كان في حرب أكتوبر كما ذكرت قائدا لأحد وحدات المشاة الميكانيكية اللي استطاعت إن هي يعني أن تكسر تكون يعني صخرة في كسر الجيش الإسرائيلي في ذلك التوقيت. سيادة اللواء محمد الشهوي المستشار بكلية القادة والأركان، بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم.